مرحبا طلابي، أهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من مادة اللغة العربية. اليوم حصتنا راح تكون مراجعة عن حرف الخاء، كيفية كتابة حرف الخاء. نحن تعلمنا هيدا الشي بحصة سابقة. هيدا هو حرف الخاء، نعمل خط بهيدا الشكل وبعدين بننزل نصف دائرة ومنحط نقطة فوق. بدنا ما ننسى نحن انه حرف الخاء في إله نقطة فوق. هيدا هو حرف الخاء. خلينا هلا نشوف بعض الكلمات اللي تبدأ بحرف الخاء. فإذا كلمات تبدأ بحرف الخاء: خيمة، خيمة، الخاء هنا في أول الكلمة صوت قصير، خيمة. خبز، خبز، الخاء هنا في أول الكلمة خبز. خيار، خيار، خيار. كلمات في وسطها حرف الخاء: نخلة، نخلة، الخاء هنا في وسط الكلمة نخلة. صخرة، صخرة، الخاء في وسط الكلمة فخار، الخاء في وسط الكلمة. كلمات تنتهي بحرف الخاء، قد يكون متصل أم منفصل مثل ما تعلمنا نحن بحصة سابقة: بطيخ، بطيخ، تنتهي بحرف الخاء متصل بالحرف اللي قبله. صاروخ، الخاء هنا منفصلة في آخر الكلمة صاروخ. مطبخ، الخاء هنا متصلة في آخر الكلمة. هيك منكون نحن راجعنا حرف الخاء. ما ننسى نحل البطاقة الموجودة على المنصة، نتواصل مع المعلمة عبر تطبيق زوم. إلى اللقاء طلابي في حصة قادمة. إلى اللقاء.